بمجرد مرور التلميذ من الطور الأول إلى الثاني تشرع مدرسته في احتساب نقاطه في التقويم المستمر، وهذا حسب ما جاء في آخر تعليمه. بعدها نزلنا لأحد المدارس الابتدائية واستفسرنا عن التقويم المستمر. بالنسبة إلى اللغة والرياضيات وجميع المواد، في كل نهاية مقطع نقوم بتقويم بالنسبة إلى التلميذ لنرى النقائص التي يعاني منها. هي تكون نقطة وتكون ملاحظة، ولكن يقدر الأستاذ يتصرف فيها، يعني إذا لقى بلي هذاك التلميذ راه خدم يقدر يحطها ويقدر يتصرف فيها الأستاذ، يدخل السلوك، يدخل المشاركة في القسم. ببطاقات استحسان وبنجوم تحفيزية يواظب التلميذ على مراجعة دروسه، ومن خلالها يتحصل على نقاط جيدة تكون على شكل تقويم مستمر تضاف إلى نقطة الامتحان، وبها يتحصل على معدل جيد. كل أسبوع أقوم بتقويمين، تقويم في الرياضيات وتقويم في اللغة. أن التلميذ كل ما يكون هناك تقويم يراجع، وكل ما يكونش هناك تقويم ما يراجعش إلى غاية يوم الامتحان ونوجد الكوارث. لذلك أنا مثلا نقولهم في كل مرة التقويمات، كل التقويمات التي أقوم بها تحتسب. لكن المغزى من كل هذا، ما هي الإضافة التي ينتجها هذا التقويم المستمر؟ كنديروا له فروض ولا الاستجوابات ولا التقويمات اللي بهذه التسمية الجديدة، راح نتمكنوا من تمييز يعني التلميذ، يعني نعطوله فرصة أكثر، لأنه يقدر نهار يكون مريض، ولا يقدر أيضا التلميذ يتغيب يوم الامتحان نعوضوها له بنقطة التقويم. يقدر أيضا التلميذ قلت يكون عنده نوع من الخوف، نوع من التردد، يمكن أيضا التلميذ أنه يكون ما تعودش على النوعية، لأنه مستوى السنة الثالثة يختلف عن مستوى السنة الأولى الطور الأول، فبالتالي راح يكون عنده طريقة باش يتمكن من معرفة طريقة طرح الأسئلة. الشروع في احتساب التقويم المستمر للتلميذ خلال دخوله الطور الثاني أي سنة ثالثة ابتدائي سترفع من نسبة الانتقال للسنة الموالية، وبالتالي تحسين النتائج العامة.